السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. وكنتمنى من الله اللي يتمنى شي حاجة يستجب ليه. واليوم إن شاء الله بحول الله غنديروا واحد مملحات مالحين ديال عاشوراء، كيجيو غزالين وبمقادير اللي هي بسيطة بسيطة جدا، اللي ممكن لأي واحد يديرهم. هنايا كنحتاجو في المقادير هنا عندنا نص كيلو ديال الدقيق، هنا البنات نص كيلو ديال الدقيق الرطب الفورس الرطب الخاص بالحلويات، عندنا نص كيلو. انا هنا درت غير نص كيلو، الا بغيتو تضاعفو المقادير ديروا كميه اكثر تضاعفو المقادير. عندي هنايا واحد شويه ديال لاموطار، عندي هنا شويه ديال البزار، غندير بيضه، وعندي بودره ديال الثوم، وهنا عندي ثلاثة المعالق ديال الزبدة، ونص كاس البنات ديال الزيت. هانتوما هاد الكاس راه أنا عندي صغير، نص كاس ديال الزيت، وهنايا عندنا كاس ديال الماء، صراحة غنحتاجو منو تقريبا غير شي نص كاس. وعندنا الملحة وضامة ديال البنة، وهنا غناخدو واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات. هنا البنات النكهات اللي بغيتو، وما ننساش عندي شوية ديال الإبزار. هنا البنات هاد النكهه ديال البودره الثوم ممكن ديروا هذيك البصل المجفف، ممكن ديروا اي توابل عندكم، توابل ديال الشاورما اولا ديال الحوت اولا اللي عندكم متوفر ديروه، حتى هو كيجي لذيذ. ندوزو دابا البنات باش نشوفوا الطريقه. غنديروا البنات واحد حفيره هنايا، غنديروا ثلاثه المعالق الزبده. الزبده البنات تكون بحراره المطبخ، وإلا كانت جامده ذوبوها. انا هنا راه جبتها الصباح، ها هي راه عندي سايحه، واحد جوج ها هي ثلاثه د المعالق البنات، وهادي نضيفو نص كاس د الزيت. صراحة غندير كاع المقادير مع بعضها، وغادي نضيف بيضة، بودرة الثوم، وندير واحد القبيصة ديال البزار، راه كيجيو لذاذ البنات وساهلين، غير جربوهم. عفوا هنا غندير الملحة، وغندير هاد الضامة ديال البنة. كما قلت لكم البنات ممكن تعوضوا باي اللي عندكم، باي توابل عندكم. وانا غندير موطا، معلقه عندي صغيره هذه المعلقه، صافي. وغادي ندير نص معلقه، عفوا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، نجيب معلقه اخرى، المعلقه البنات راه عندي صغيره بزاف على المعلقه الصغيره، هذاك الشيء علاش دوبلت. صافي ونجمع هادشي مزيان البنات،
هانتوما الزبدة راه سايحة صافي، دغيا كتعاوننا باش نجمعو. ما غنجمعش بالماء مزيان دابا، الماء حتى نبسبسها مزيان. صراحة هي ريحة العجينة البنات طالعة ريحتها فنة. هانتوما البنات راه دخلت ليها هذيك العناصر مزيان، شوفوا ها هي بسبستها مزيان صافي. دابا غنجمعها بالماء، غنشوف شحال غيحتاج ليا. ما نخويش الكاس كامل، ما نتسرعش، بشويه بشويه وانا كنجمع. صافي البنات انا جمعتها، هانتوما شحال بقى ليا ديال الماء، يعني خدات ليا نص كاس، نص كاس بالحساب ديال الماء. هادشي باش قلت لكم البنات ما تجيوش تخويو الماء، بقاو غير ترشوا حتى تجمع لكم العجين. والعجينه البنات ما تكونش مرخوفه، ما تكونش قاصحه، هانتوما على هاد الشكل. صافي دابا غنقطعها، المهم نتوما ليكم الاختيار على شحال من نكهه بغيتو ديرو. غنشوف انا ندير ثلاثة د النكهات وغنشوف، نحاول نجيبهم متساويين. شوف كنعبرهم البنات غير غير بيديا، نحيد شي من هادي شي من هادي. صافي صافي نحاول نجمعهم. صافي البنات انا درت كويرات صغار، مهم هادي غندير فيها الزعتر، هادي غندير فيها الحار، وهادي غنخليها هكايا. مهم هادي اللي فيها الزعتر غندخل فيها شويه د الزعتر دابا، وعاد نزين بها من الفوق بحال هكا. نحاول ندخل ليها الزعتر مزيان، وهادي غندير ليها الكيتشوب حار مع التحميره، وغنوريكم الشكل كي غندير ليه. صافي البنات دابا غنخدمو هادي اللي فيها الزعتر، غنديرو هكايا بين جوج ميكات اولا بين جوج ورق طبخ. صراحة على العجينة مطاوعة، هانتوما كما كتشوفوا العجينة عاطية الطوع. صافي غنبقى نسرحها هكايا، تنسرحها على الورقة كاملة، نعطيها شكل ديال المربع. صافي البنات انايا حاولت نعطيها شكل مربع اولا مستطيل، هانتوما على هذا الشكل. وهادي ندهنها بواحد شويه، ندهنها بيضه، هنا خديت بيضه كامله، غادي ندهنها، ندهن لها الوجه ديالها كامل بهذا الشكل. هنا البنات خليتها في هاد الكاغيط ديال الفرن، حيت غندخلها بيه هكا، نديرها في الطاوه هكا.
صافي البنات هكا، وغندهن عليها شويه ديال الزعتر، مخره فيها شويه، غنزيدها شويه من فوق، غندير عليها الفرماج الحمر، فرماج محكوك حتى هو غيزيدها واحد الطعم. نحاول نوزعو مزيان، صافي البنات وغن طراسيها بالجرارة، نحاول ندير في الأول أشرطة، هانتوما البنات هادي ديروها في الطحين إلا بدات إلا شتوها كتلصق ليكم، خشيوها شويه في الدقيق، هكا المهم نتوما كتحكموا في العبار، بغيتوهم رقاق بغيتوهم غلاط، صافي البنات بغيتو ديروهم هكايا مربعات اولا انا غنديرهم هكا مائلين شويه، غنحاول نميل. صافي البنات انا دابا يا ساليتهم هنايا البنات، حتى بديت كنديرهم معيان وهي تقول لي بنتي لا ماما ديريهم لي مربعات، صافي خليت هذوك معيانات ودرت هادو مربعات. صافي غادي ناخذ الطاوه ديالي اللي كتدخل الفرن صافي وغنديرهم فيها، البنات راه دغيا كيطيبوا راه ما كيحتاجوش الطيار، واحد 10 دقائق انا دا عندي الفران ديال الغاز غنشعل عليهم من التحت، واحد يشدوا راسهم صافي وغادي نهبطهم لتحت، ودابا ندوزو نشوفوا الشكل الثاني. دابا البنات غادي نخدموا الشكل الثاني، صراحة البلاستيكة كتسهل دلك. صافي دابا غندلكها البنات هي، غنعطيها الشكل ديال المستطيل ونرجع معاكم. صافي البنات دابا ها هي شكلتها على شكل مستطيل، دابا غنصايب ليها الحشوة ديالها، غناخد زليفة غندير واحد المعلقة ديال التحميرة، وهنا البنات عندي الكيتشوب
انا هنا عندي الكيتشوب فيه الحار، حار ها هو البنات حار. انتم الا ما عندكمش البنات هذا الكيتشوب هذا الحار، غديروا معلقه ديال التحميره، وغديروا معلقه ديال الهريسه، وغديروا معلقه ديال صوص طوماط، وغتخلطوا كل شيء وديروه. صافي غنخلط مزيان. التحميره البنات غير باش تزيدنا اللون. صافي دابا غادي ندهن بها. صافي ونبدا ندهن. غندهنها البنات مزيان. صافي البنات دابا انايا دهنتها كامله بالتحميره وبالكيتشوب. دابا البنات غادي نحاول نلفها هكايا. سمحوا لي البنات غادي نحاول نلفها هكا رقيقه. صافي ونقطع. بغيتو ديروهم كبر من هكا ديروهم. صافي غنديرهم في بلاستيكة. غندخل ليا الثلاجة. غنديرهم هكا البنات باش ندخلهم المجمد. صافي وغنبقى مستمرة نلف عاوتاني اخرى نشمه. اساه لينا البنات راه عشية دغيا تصايبوهم، ما فيهمش صراحة شي تعب كبير. صافي ونقطع عاوتاني. نديرها هنا حتى اختها ونبقى مستمرة حتى نسالي البنات. هانتوما البنات هادو ها هما دابا يا لويتهم درتهم هكا حرابل، وغادي نديرهم في المجمد باش يجمدوا ليا، باش ملي نجي نقطعهم يجوني في ساهلين في التقطيع. دابا البنات هذه هي الكويره الثالثه والاخيره، حتى هي غادي نطلقها هكايا على شكل مستطيل اولا مربع. نطلقها مزيان ونرجع معاكم. صافي هي البنات دابا من بعد ما طلقتها نرشمها بهذا المرشم هذا
غنديرو في الدقيق شويه صافي، وغادي نبدا نرشم به هكا. هانتوما البنات هانتوما دائما مع الطحين صافي البنات، غنبقى مكمله هكايا حتى نسالي العجينه ديالي. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما سالي الطاوه ديالي، دابا غادي ندهنهم بالبيض وغادي ندهنهم بالبافو. ندهنهم هكا كاملين، ودابا البنات غادي ندهنهم بالبافو. ندهنهم هكايا نزينهم، نبقى غادا بشويه بشويه. صراحه البنات غير جربوهم، راه كيجيو لذاد 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 بزاف على ضمانتي ومقرمشين. انتما البنات صافي راه ساليتها، دابا غادي ندخلها للفرن بحال الاخرى حتى هي طيب من التحت حتى تحمر ليا شويه، وندير لها العافيه من هنا شي شويه ونرجع معكم. انتما البنات هادو ها هما راه طابو، يلا دابا خرجتهم من الفران. هانتوما كيجيو ساهلين في التقطاع، اوه باقي سخان صراحه كيجيو غزالين، ها ساهلين ومحمرين والمذاق راه ما نقولش ليكم. شتي سخان تقرميشه بغيت ندوق وحده وتسمعوا التقرميشه ديالها، ولكن باقي سخان جاوني. سخانين يلا جبتهم، انتما البنات انتما كي كتشوفوا قرمشين طايبين. سمعتوا البنات تقرميشه كيجا رائعين. صافي البنات دابا ندوز للشكل الاخر، والطاوه ديالي الاخرى راه درتها في الفران. وهادو البنات ها هما جمدو درتهم في المجمد، انا نجبد وحيده بوحيده صراحه باش ما يتلقوش ليا، وغادي نقرضهم نرجع هادو المجمد. بسم الله البنات نقطعوهم باقين جامدين باش ما يعذبوناش. هانتوما البنات شوف ها هما البنات كيجاو الشكل ديالهم، غير هما البنات زربوا عليهم راه حيت العجينه دغيا كطلق، ما تجبدوش
شتي ها هي بدات صافي سخنات، حنت عندي الكوزينه سخونه فيها الفران. ما تجبدوهمش كاملين، جبدو وحده بوحده. وغنسطحهم في الطاوه ديالي بهذا الشكل. هما البنات ونقرب لكم الكاميرا. هانتوما البنات صافي، دابا غنبقى نجبد كل حربول بوحدو، غادي نقطعو كما قلت لكم باش ما تطلقش ليا العجينه. هانتوما ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل الاخير ديالنا، ها هو حتى هو غادي ندخلو الفران ونرجع نوريكم كل حاجه كي طابت. البنات انا راه كنعطيكم داكشي بالتفاصيل باش تمشيو دقه دقه معايا ويصدق لكم هادشي. صراحه راه هو كيصدق وكيجي لذيذ رائع، غير جربوه. وهذا هو الشكل ديالنا الثاني، ها هو طاب البنات، نتوما شوفوا كي جا. هو راه صراحه باقي سخون. هانتوما البنات راه مقرمش، ها كيتفرتت غير راسو. بصراحة الأشكال كلها جات لذيذة، جات زوينة. ودابا تنوريكم الشكل الثالث. وهانتوما البنات هذا هو الشكل الأخير ديالي، يلا خرجتو من الفران. هانتوما البنات هي كنخرجهم من الفران كنوريهم ليكم سخانين. هذا هو اللي درنا فيه الكيتشوب الحار، تيجي على هذا الشكل، صراحه كيعطي حتى هو منظر زوين. وهذا الشيء اللي كاين البنات، تنبقاو معايا حتى الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي البنات ديال القريشلات المالحين، هانتوما شوفوا كي جاوا. هذه اللي درنا فيها البافو، وهذه ديال الزعتر والفرماج، وهذه ديال الكيتشوب الحار اللي درنا. صراحه كيجيو رائعين وكيجيو غزالين ولذاد ومقرمشين. كنتمنى تجربوهم، والى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس، وديما البنات لايك 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 باش تشجعوني ونعطي الجديد. والى عجبكم لا فيديو ما تنساوناش. تبارك الله عليكم.